السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم أصدقائي؟ إن شاء الله بخير، دعانا لكم بالصحة والسلامة والتوفيق إن شاء الله. هاي الحلقة راح تكون مفيدة جدا إن شاء الله، وراح تكون مهمة جدا إن شاء الله. هاي الحلقة جبت لكم بيها الاير دروب الخاص بعملة فنزويلا الجديدة، العملة اللي مسوية ضجة حاليا على مستوى العالم. التوكن اللي راح يكون الأقوى والأغلى على مستوى الاير دروب والاي سي او والتوكن الجديد ان شاء الله. طبعا هاي العملة اللي ما سامع عنها راح اشرح لكم عنها ببساطة. هاي عملة فنزويلا الجديدة، دولة فنزويلا، طلع الرئيس الفنزويلي على محطات الإذاعة العالمية ونشر خبر انه دولة فنزويلا دعما للاقتصاد الفنزويلي راح تسوي عملة جديدة وراح تطرحها للبيع وللتداول، وفعلا بدأت بطرحها، وحاليا هم عندهم إشهار للعملة، راح يوزعون عملة واحدة لكل متسجل بالايردروب. إن شاء الله إن شاء الله الايردروب راح يكون صادق، يعني احنا نتأمل انه يكون الايردروب صادق. وبالمناسبة يعني هذا الاير دروب سعره جدا غالي، مثل ما صرح الرئيس الفنزويلي انه راح يكون سعر القطعة الواحدة 60 دولار او ما يعادل سعر برميل واحد من النفط، على حسب ما افتهمت من الخبر بالاذاعات العالمية، على حسب ما افتهمت، وان شاء الله اكون ما مخطئ في فهمي للخبر، انه راح يكون لها هاي العملة راح تكون مدعومة وداعمة للنفط الفنزويلي بنفس الوقت. يعني المهم شباب، هذا الاير دروب بعد ما معروف، يعني ما معروف مثل باقي الاير دروبات، ما متناولي المواقع والجروبات، حصلنا بصعوبة، الحمد لله قدرنا نحصله ونشرناه لكم. ما اعرف اذا اكو احد سبقني بالنشر، ما اعرف، ما تاكدت بالضبط لا على اليوتيوب لا على الجروبات، بحثت ما لقيت، فان شاء الله راح يكون حصري عندنا او نكون من السباقين بنشره. اير دروب التسجيل بيه جدا سهل، قبل لا نروح للفورمه حتى نشوف طريقه التسجيل، نطلب منكم دعم القناه بالاشتراك بيها، لايك، مشاركه للفيديو، وبسم الله. هاي هي الفورمه اللي راح نسجل بيها. المطلوب هي أشياء بسيطة، الاسم، ويفضل أن يكون اسمك الحقيقي. يفضل، ليش يفضل أن يكون اسمك الحقيقي؟ لأن أنا إن شاء الله يوم غد، حاليا الوقت متأخر، إن شاء الله يوم غد راح أسوي دراسة كاملة عن التوكن كأي سي أو، بغض النظر عن الأير دروب، إذا سجلنا أو ما سجلنا، إذا حصلنا أو ما حصلنا، راح أدخل أسوي عليه دراسة حتى ندخل عليه شراء. وان شاء الله اي معلومات راح احصلها عن هذا الاي سي او راح اسوي لكم فيديو تفصيلي عنها، اذا دخلت عليها شراء ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو تفصيلي عنها، واذا شفت انه الشراء يعني صعب او غير مجدي او الفكرة مو قوية، ما اعرف، يعني حسب دراستي انا، يعني اذا اقتنعت بيه ودخلت عليه شراء راح اسوي لكم فيديو تفصيلي عنه، وان شاء الله راح اخلي الشراء المباشر ايضا بالفيديو حتى اوصل لكم كافة المعلومات. المهم، الاسم، ويفضل ان يكون اسمك الحقيقي. الايميل، احنا قلنا بالاير دروبات نخصص ايميل خاص للاير دروب، لكن اني بهذا الاير دروب سجلت بايميلي الاورجينال اللي اسجل بيه بالمواقع الاستثمارية، مو اللي اسجل بيه بالاير دروب. بالنسبة لك هذا الشيء عائد لك، تريد تسجل بالايميل الاصلي او تسجل بايميل خاص بالاير دروبس، انت حر. التليجرام يوزر نيم مطلوب منك، ليش مطلوب منك؟ لانه عندهم طلب واحد بالنسبة لهم، انه تشترك بجروبهم الخاص على تليجرام. هاي العملة رمزها بي تي ار، اسمها بيترو، تمام شباب. وباقي عندك طلبين، الطلب الأول أن تضيف محفظة الإيثريوم اللي تدعم توكن بلوك تشين الإيثريوم، مثل ماي إيثر وولت، مثل ميتا ماسك، مثل باقي المحافظ اللي تدعم.
محفظة إيثريوم الخاصة بالمحيل باللي يدعاك، فراح أخلي لكم رابط محفظتي أسفل الفيديو. تمام شباب، والحق الأخير تخلي محفظتك الخاصة بالإيثريوم اللي تجمع عليها توكن الإيثريوم، فقط هاي الحقول تمليها وتضغط على إرسال. هذا التسجيل باختصار، هذا كل ما يخص هذا الموضوع وهذا الاي دروب وهذا الاي سي او حاليا، واي جديد راح اوافيكم به. للتذكير فقط شباب، للي يحب يسجل بالاي دروبات ويدخل على روابط موثوقة، روابط ما بيها روابط فك، ما بيها روابط وهمية، ما بيها مواقع وهمية او ملغمة، فعندنا جروبنا الخاص بالاي دروبس وشرحناه بحلقة مخصصة، وراح اخلي لكم الرابط مالته اسفل الفيديو ان شاء الله. وايضا للي ما يعرف شنو هو الاير دروب وشنو هو الاي سي او، فعندنا مجموعة فيديوهات خصصناها لشرح الاير دروب وشرح الاي سي او، مثل هذا الفيديو وهذا الفيديو، وبعد اكو فيديوهات عن الاي سي او اللي دخلنا عليه شراء ودخلنا عليه كتسجيل، مثل الكاشو برو، الستوريكال، بانكيرا، كثير من المعلومات. هذا الاير دروب اللي دخل جديد للمنصات وبدأ التداول عليه وسعره مرتفع. المهم شباب، اللي يحب يتعرف على معلومات اكثر عن الاير دروب، فراح اخلي لكم رابط جروبنا اسفل الفيديو، وهاي الفيديوهات تقدرون تطلعون عليها. بالنهاية شباب، اي سؤال عندك، اي استفسار عن هذا الموضوع، عن غير موضوع، اطرحه بتعليق راح نجاوبك عليه ان شاء الله. وتواصل معنا على السوشيال ميديا، روابطنا راح تلقيها اسفل الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.